خرجي انا خرج ولدي يتسخر ما نرجع ليا خرج ولدي يتسخر ما رجعت قالوا لي تعايره ولدك ما قتلوا الحرام قتلوا عمدا ظلمه ولدي ما حتى شي حاجه خايبه يلا سير حتى شي حاجه خايبه وقتلوا ندعيوا لله يا شيخ واش عيط لهذا عيط لي ندعيوا لله يغفر لك برشيد الله يغفر لي حق بيد الحقوق ديالي انا بيد الحقوق ديالي قلت له واش تلقى لك ولدي ريف ولدي ما فيه صداع ما يعوض يفيق مسكين من الناس يجي ما كيفاش ما دارك راسك قطر يا تقدر دارني ودني وخرج مشى يتسخر قال يعطيني 10 دراهم 10 دراهم مشى يتسخر مرجع تجاو قالوا لي تعالي راه ولدك بات الله بلا انت يا امي انت على ولدك واش في ولدك يا امي انت على ولدك يا امي انت قتلوا لي ولدي ما سامح لي شنو كطالب يا امي انا طنطار ويمشي للحبس ويتعذب يتعذب يتعذب كيما عذبني حرقني يتحرك كيما حرقني تحرق بابا ما حرقني ماشي يمشي يعطوا لي والدي الفلوس يتلقوه ولدي انا تكمت في مشار الروضه ديره ما يتمكنش خاصهم يكونوا كيما تحرقت هما يحرقوه خويا كنا مريحين في الدار يا هذيك بخير مريحين خرجنا غادي نتسخروا الوالدة ديال المرحوم الله يرحمه ويستر عليه يا هذيك غادي خارجين وصلنا الزنقة عندنا لقينا واحد خينا مريح ناض هز موس تلقى لينا بدا تيعير لقيت اللي بدا تيعير خرج تعرض لينا فوق التطوار جينا يا هذيك وقفنا قدامه ويجي عندي سولني قال لي ودادي ولا راه جاو انا ما فهمتش والو في هذيك الوقيته قلت راه داوي راه ما كاين قال لي واش ودادي ولا راه جاو قلت لي ودادي دار عند مرحوم الله يرحمه قال لي واش ودادي ولا راه جاو قال لي راه جاو هو ينغز ضربوني جيت ضربو جيت القلب صافي هذيك واش اللي وقع اخويا ما عندنا مع حتى شي حساب ما تنعرفوه بعد عن المشاكل فهمت الدري اللي مات الله يرحمه راه السكينة كاملة ديال هنا راه كلشي تيعرفو راه من أطيب خلق الله وهذاك الآخر راه معروف راه فهمتي شبعان بلانات وديما داخل خارج الحبس فهمتي تيشقرقب تيشرب تيدير كلشي ترزينا فيه خويا راه كابر أنا وياه راه خوش ترزينا فيه بزاف أول اللي كاين مع الوالدة ديالو مريح معاها مريضة مسكينة مكاينش دابا مكاينش تعلم من غتحط الراس جا واحد ظلم وعدوان جا ضربوك ما دير ليه والو بعيد عليه تنطالبو بحق ديال هاد السيد اللي ضاع تنطالبو بالحق ديالو اخوه فهمتي مجرم باقي هربان اخويا بغينا السلطات دير الخدمه ديالها فهمتي وياخذ هاد السيد هذا الجزاء ديالو ضيعنا في خونا اخويا راه الشرا ليله الله ضيعنا فيه الله ياخذ فيه الحق قال لك هو مشى يتسخر طاق شق فيه السيد جنويه في قلبه قدام لما نمتو يعني توفى في الحين في ديك الساعه قطع لي لا قلبنا اننا تما تنقولوا بنا نجيو بنا نجيو لعندو تيهضر معنا في التليفون هو تيجي انا ما عمرني جيت لكازا الظروف ولكن ملي تلقينا هذا الخبر صراحه درنا في خاطرنا وشنا هذا الشيء كثر هذا الاجرام صراحه كثر بزاف في المغرب كثر يعني ولينا ضراتنا خاطرنا من هذا الشيء ولينا بغينا التغيير بغينا شي حاجه تكون بغينا الحمد لله بغينا تحرك السلطه تحرك الدوله على حساب هذا الاجرام بغينا يكون واحد القانون للناس وبغينا ياخذوا حق هذا الشاب اللي ضاع شاب عنده 21 عام ضاع ترزا في حياته راه صعيب الحال بزاف